ولقد سني عندي سونكاري غافي ولا قديرة في سقوط شهر رمضان كيكي سونكاري كيكي سبت مديك يسقوط دخول رمضان سونكاري غافولة نس سبت ما بأحد أمرين كأول فرينين دكيرين نانا أولهما نفرين سنجي كمال الشهر السابق عنه كيكي نغن ناتيارا نكمالي وهو شعبان نانا سنغر مكونو إيرا وإذا تم لشعبان 30 يوما خخيتون جي سغمبرا كمالي سنغر مكونو إيبا ويوم الواحد وثلاثين هو أول يوم في رمضان أخيتون جي سغا أنون كيرين لخوة نانا سنغري لخوة سنجيرا قطعا سكا يومنا نغي وثانيهما أفريا ندي أكلم منغنا رؤية هلاله أكيكي قطو فإذا رؤية هلال رمضان أسنغري كيكي تو ليلة الثلاثين من شعبان خيتون جي سغل لغوة كويرا فقد دخل شهر رمضان سنغري كيكي برفو سو برفولو ووجب صومه أسن في برا واجبيا لقوله تعالى بالغ من قام سنه فمن شهد منكم الشهر فليصومه كما غنى سبت اقوان يسون قاركي كيرا قسوم وقول الرسول صلى الله عليه وسلم على خيرا فنخا كيسن نمنا به اذا رايتم الهلال فصوموا قوسون قاركي كيتو وسوم واذا رايتموه فافطروا قو من براتو ومن غسون يدان فينضم عليكم فاكملوا العده 30 يوما خانا سما كتو نقول لك سانا هم ما هم أتو ما هو كنتي لك ما لقيتون جسران ويكفي في سبوت رؤيته أنا أيبر وساتي كي كي توفيرا نسبت في شهادة عدل أو عدلين مغتين كن كفرين سيدي يا كرمان مغتين كن كفرين إذا أزاد رسول الله صلى الله عليه وسلم بانا ميم مارا دخاتينه شهادة رجل واحد على رؤية هلال رمضان مذكرين قاسي دي ما سنغر كي كي توفيرا أما رؤية شوال أنا غا شوال تان سال كي كي توفي للإفتار سنغي غدان ولا تثبت إلا بشهادة عدلين نتام مسابت ما فو مغفرين نسي دي با إذ لم يجزر رسول صلى الله عليه وسلم لم يجزر رسول صلى الله عليه وسلم وإن لم تقبل شهادته خلي ما غاسيد تنبو ومن رأى هلال الفطر مغنى غنى سنة غتي سنة غتي سنة غتي كيتو ولم تقبل شهادته ما غاسيد باتنبو لا يفطر أنا سنة غتي لقوله صلى الله عليه وسلم أنا بالغ خيرا مسنة كسنة نمنا به الصوم يوم تصومون أنا غا سوني ونا سول لغو نغي والفطر يوم تفطرون أنا غا سوني داني فان وسوني دم لغو نغي والأضحى يوم تضحون أنا غا لغي دونكيني ولغي أني فقم لغو نغي المادة السابعة ولقد سول فرياندي في شروط الصوم سوني كواندي سوني غافي أنا نم تنغ في وحكم صوم المسافر anun biyas la ga biya akasun yi nakiti wal marid anun furi mai wa shaykh al kabir anun khayma furi wal hamil anun gina furuqi wal murdi anun gina dinge surutu sawm sunyi condition ye yusrat fi wujub al sawm afindir condition na ne sunyi wajib ya fi miqima ala al muslim muslimi ma ay yakuna aqilan baligan أغفن لخاخل مارا نغم بالغ ياخي لقوله صلى الله عليه وسلم أنا بالغ خيرا مسنغنا كسين النمين عبي وفي القلم عن ثلاثة
kale yunubi sabasi nakale naratirine mirisagamma alil masulun hatta yafiqa mirina ganda ko ha kuma bo maraler na kayala wanin naimi hatta yastayghiza anum mirina ngifi han akunu waris sabi hatta yahdalima adudduma di ha raqisa wayin kanat muslimatan a muslimi ginanan sara yusratu laha fi sihhat sawmiha afin le condition nan na rasu ni sahafi anta kula tahiratan fi damil hay aqala samiyan ki kiteto walima wan nifas anun di soto wali ya qawlihi sallallahu alayhi wa sallam ana balagha khaira masinna kisinu nemena be fi bayan nuqsan dinil mar'a dina ka dine na kasifi na ya ba fira alaysat idha hadat lam tusalli wa lam tasum ana pe aginamu finde reba ka kiketu amu salima ma musumma al musafir wa laqad sanni andi